منتج فلاور، منتج ديكوري داخلي ذو أساس مائي، صمم خصيصا لإعطاء نماذج وتصميمات تشبه الشعب المرجانية. وإليكم طريقة التنفيذ والأدوات: رولة، فرشة مبططة، باغت بلاستيك. طلاء طبقة من الأساس أكرو سيلر 550 وتركه ليجف. تحضير طبقات المعجون المناسبة من معجون ميجور 450 أو ماتريكس 350. ويتم مراحل الصنفر الجيدة. دهان وجه من أكرو سيلر أو بلاستيك مات بلس 770. يدهن وجه أو وجهين باللون المطلوب بلاستيك مات شيلد 880. يجب أن يكون السطح خالي من الزيوت والشحوم والأتربة. يطبق منتج فلاور بشكل إكس مع مراعاة عدم مسافات فارغة وتوزيع الحبيبات بشكل منتظم. يتميز المنتج بالمتانة وله قوة التصاق غير عادية. يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في الداخل فقط. يمكن المس والتشكيل بالفرشاة قبل الجفاف. يمكن استخدام مالج او باغ بلاستيك وتحريكها على السطح بشكل اكس قبل الجفاف لثبات الحبيبات البارزه.